مشاركة من الشيخ مهند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ مهند، حياك الله. الأمور عساك بخير إن شاء الله. والله أبشرك بخير ونعمة. وحنا والله نتكلم يعني الآن في الذباب الإلكتروني السعودي، يعني يقول السعودية قدمت مليارات الدولارات للقضية الفلسطينية، وأن ذول الفلسطينيين ما ينفع معهم الطيب وانهم قليلين حياة وفق التقارير السعودية. يعني مثلا بندر بن سلطان تكلم عن هذا الشيء. تفضل. والله يا اخوي اي شخص عاقل يعني اللي يفتهم يعني لو قطره بالسياسه او او او, أو فقط متابع الاخبار بشكل اعتيادي، طيب، يعرف انه عبر الزمن السعودية والحكومات العربية الأخرى تقدم دعم للسلطة الفلسطينية كشنو؟ كشراء نفوذ لا أكثر ولا أقل. الشعب الفلسطيني ما محصل من العرب شيء باختصار، وحتى إن كان محصل على الأمور اللي هي مجبرة دوليا، لأنه في الأمم المتحدة إذا أنت عضو في الأمم المتحدة حجم اقتصادك كذا لازم تدفع كذا معونات. صحيح. زين، فالشعب الفلسطيني ما للعلم أمريكا تنطي دعم فلسطين أكثر من العرب. زين، ك ك ك مثل ما يقولون دولار إلى جيب المواطن أو إلى فم المواطن. أما هاي الدعومات اللي تروح اللي تخلي بنت ياسر عرفات مولتي مليونير، وتخلي محمود عباس عنده زين فيلل ومزارع في الريفيرا في فرنسا، هذه كلها رشاوي مال شراء نفوذ لا أكثر ولا أقل. طيب شيخ مهند، لأن هم دائما يتابعون يقول لك الجيش السعودي يعني ذهب لفلسطين للجهاد عام 48. طبعا وكل الدول هذا لا ينكر، الجيش السعودي راح والجيش العراقي راح والجيش السوري راح والجيش المصري راح. ليش؟ من أجل تسكين شعوبهم لا أكثر ولا أقل. دسوهم بسلاح مستهلك زين وقاد أغبياء. هو ظاهر يقود الجيش العربية شيخ مهند أبو حنيتس، هذا الضابط البريطاني أبو حنيك، مدري أبو حنيتس. هو شو كان شو اسمه؟ ليتشمان اسمه. هو ضابط بريطاني يقود الجيش العربي ضد اسرائيل. مجرد لتسكيت الشعوب، مجرد حاجة إعلامية. يعني أنا أحكي لك سالفة، حكوا لي إياها زين شياب. تفضل. عم أبوي تدري إحنا بدو إنزين وبسطاء، يعني مو شو اسمه، سمع إنه الكيان الصهيوني تأسس. هل حكي شو وقت؟ بل 48 حمل لوريان زلم على أساس يروح يكاون، زلم من العبويت على أساس عشيرة، حمل لوريان وقفوهم بالزين بالحدود العراقية، الحكومة العراقية وقفتهم كلهم. زين، وجدي زين راح يدفع الكفالة لأخوه زين حتى يطلع. زين، يعني هم شنو الحكومات بالأساس كانوا متآمرين على زين على فلسطين، ويضحكون على هالشعوب، يضحكون على الشعوب سواء كانت السعودية أو غير السعودية. كل المنظومة اللي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية تأسست من قبل نفس الجهة، بريطانيا. كل الحكومات تأسست من قبل بريطانيا بضمنها الكيان الصهيوني، يعني عبارة عن
زين عبارة عن مؤسسات إخوة 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 باختصار. طيب شيخ مهند، الذين شاركوا في القتال رحمهم الله يعني ممكن يكون صادقين، يعني إن شاء الله نقول إنهم شهداء. كانوا صادقين إن شاء الله إنهم شهداء. صحيح، الناس اللي راحوا كانوا صادقين بلا شك، والله يرحمهم وشهداء. نحسبهم نحن نحسبهم شهداء وندعو من الله إنه يحسبهم شهداء، كانوا صادقين. ولكن الذي أرسلهم يعني أرسلهم في ليس صادق في الذي إيه أرسلهم ليس صادق، والذي زودهم بالسلاح ليس صادق، والذي قادهم ليس صادق. هذا يشبه الإضراب الفلسطيني، يقول لك الإضراب قبل يعني قبل إنشاء إسرائيل أيام الانتداب البريطاني، يقول لك حصل إضراب في فلسطين بغى يسقط الانتداب البريطاني، تخيل، يقول لك تدخل العرب فأفشلوا الإضراب الفلسطيني. بالضبط قالوا لهم زين، قالوا لهم لا تسوون هم تضرب، نجيكم الجيش. صحيح، ولا لا وصلهم الجيش زين، مثل سالفة ذاك الرجال مسافة السكة. تعرف ذاك الرجال مسافة السكة، نفس السالفة هي ترى هي اللعبات كلها هي زين. وترى زين هسه احنا نقول انه ابن سلمان وابن مدري منه وابن مدري ايش، بس خلي اقول لك شيء، ترى من اساسهم هم هيك كل الحكام، مجرد هسه لانه ما ظل احد يستحون منه. ايش زين الجيوش تكسرت والشعوب تكسرت، فما يحتاجون يجذبون، ما يحتاجون، لان الجذب يحتاج صرف، حتى تجذب لازم تصرف، بس ما محتاجين يجذبون. فالجذب قالوا هسه بين كل شيء. طيب شيخ مهند، الان يعني محمد بن سلمان، هل تعتقد انه يعني هو يعني صهيونية محمد سلمان هي حالة ذاتية يعني فيه حصلت أو يعني بذاته، أو أنه تأثر بأعمامه؟ يعني مثلا يقول لك طيب الملك فيصل والسوى والملك سعود، يعني كيف تقارن بين هؤلاء وكيف أثروا على سياسة محمد بن سلمان؟ محمد بن سلمان ليس شاذ عن القاعدة. طيب زين، الرجل زين طالع على أبوه، طالع على عمامه، طالع على جده، مجرد أنه هو أكثر شفافية. لأنه ما يستحي من الشعب، لأنه يشوف أن الشعب مو مال حياة. أي صح، يعني قبل فهد كان يستحي من الشعب لأنه شنو، خايف من الإسلاميين. صحيح، لأن هو عاصر شغلة جهيمان. هسه ما ظل أحد زين، ما ظل أحد، ناس بالسجون وناس ما أدري إيش، فقال لك أنا من شنو خايف، أنا أسوي اللي يعجبني زين. طيب هل تقارن الملك فيصل رحمه الله مثلا بمحمد بن سلمان؟ إذا تريد كأفعال لا، كأفعال لا، كان عنده أسلوب يختلف، لكن كمنهج ونهج هو لا يختلف. والدليل يعني نفس الملك سلمان اللي هو أخو الملك فيصل كان موجود يعني، والملك سلمان هو حاضر. يعني خلينا نقول الآن الملك سلمان الآن الذي أتى بخادمة يهودية لمحمد سلمان كي تربيه على منهج السلف الصالح، يعني أن الملك سلمان هو تأثر بسياسة إخوانه وورث هذه يعني هذه المؤثرات ورثها لابنه محمد بن سلمان كشغلات فردية. يعني على سبيل المثال كان الملك عبد الله شوية يستحي من العرب، لأن خواله بدو زين، فيستحي زين، وشيخ فلان وشيخ مدري إيش، أو عنده أخوية شوية يعني أحسن زين، البطانة شوية أكثر احتراما، أو ناس محترمين شوية أكثر زين، لكن زين وشوية زين الوضعية قلت. بس المسألة ما فيها صحيح، الشغلات الظاهرية تختلف اختلاف جذري، هناك اختلاف
جذري بين الظاهرية في محمد بن سلمان والملك فيصل مثلا، اختلاف جذري ها في الظاهريات، لكن المبدأ والأساس أنه الإيمان الكامل أنه لا وجود لنا من غير الكيان الصهيوني موجود. من وقت عبد العزيز لا وجود لنا من غير الكيان الصهيوني، لأن نحن خلقنا مع الكيان الصهيوني وسنذهب مع الكيان الصهيوني، هي هاي الفكرة. والدليل على ذلك أن الملك سلمان جاب خدامة يهودية تربي محمد بن سلمان. صحيح. شغلة تاريخيا بينا يعني ما يحتاج لها، مثل ما قلت لك ما يحتاج لها محلل سياسي. أي واحد زين متابع الأخبار يشوف أنه الفلسات اللي تروح للناس المنتفعة ما تروح للشعوب، ها؟ والنتائج دائما تطلع في صف الكيان الصهيوني دائما. أي حركة الحكومات العربية تسويها الكيان الصهيوني زين يطلع الرابح والشعب يطلع الخسران. هاي زين شنو يعني هم لهالدرجة محظوظين؟ ما ممكن لهالدرجة محظوظين، لازم هذا مخطط له، صح ولا لا؟ وانت رجل عسكري تعرف يعني. يعني انت تؤيدني، انا قلت حتى تصرفات الحكومة السعودية في المنطقة، يعني احنا نقول حرب اليمن وحتى العراق، يعني حتى تسبب بغزو العراق او مساعده امريكا في غزو العراق هو كان ضمن يعني اضعاف الامه العربيه، يعني تمهيدا، خلينا نقول تمهيدا لقيام اسرائيل الكبرى وعدم وجود اي منافس في المنطقه. بكل تاكيد احنا اكلنا يوم اكل الثور الابيض، والثور الابيض كان صدام حسين على سوءه، ها؟ لكن عراق مع جيش قوي كان له هيبة، صح؟ وإحنا أكلنا يوم أكل الثورة الأبيض، صح؟ هم اللي مهدوا غزو، هم اللي مهدوا غزو العراق. نعم نعم صحيح. عموما هذا والله المستعان، شو نسوي؟ هذا هو. أشكرك يا شيخ مهند حقيقة، نورتنا بالمداخلة. الله يسلمك، تحياتي لك، شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب عندكم أسئلة على يوتيوب؟ لا، هو الفكرة يا جماعة الخير أن يعني أنا ما أبغى أعيد الكلام نفسه، أن محمد بن سلمان على سوءه ولكنه تأثر، يعني هذا الشيخ اللي يقصد الشيخ مهند، تأثر بسياسة أعمامه وأبوه أصلا صهيوني.